مين بقى اللي يقول للسيسي لأ أو ينبه على إن الحاجات دي يا جماعة ممكن تبقى من المشكلة والاستبداد ده وحش والتنازع السلطوي ده وحش؟ الجامعة الأمريكية. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تنتقد النزوع السلطوي في مصر والتعديلات التشريعية بالمنطقة. عربي الجديد تنظم الجامعة الأمريكية في القاهرة المؤتمر الثاني لدراسات القانون والمجتمع في إفريقيا في الشهر في إبريل نيسان بعنوان إفريقيا والشرق الأوسط في زمن هشاشة الأنظمة القانونية، واللي بتنظمه وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة. وقال بيان صادر عن الجامعة بشأن المؤتمر أن هناك موجات متلاحقة من التعديلات التشريعية تداهم الكثير من دول المنطقة تحت دعوى الإصلاح، وهناك قوانين جديدة للرقابة على الإنترنت والإعلام وقد تم تمريرها أو تم مناقشتها في أوغندا، تنزانيا، مصر وجنوب إفريقيا، وهناك قوانين لمكافحة الإرهاب للسيطرة على التجمعات والتظاهرات تتكاثر، وفي بعض الأماكن يتم استخدام قوانين تعود لعصر الاستعمار من أجل تحجيم علي. أنا وصلت للآخر يا علي. من أجل تحجيم علي بقى، وقف علي، نشاط المجتمع المدني والحركات الاجتماعية. وأضاف البيان أنه في ظل النزوع تجاه حكم السلطوي المستند إلى الشعبوية في الديمقراطية الحديثة، يعني إيه بقى حكم السلطوي المستند إلى الشعبوية؟ زي 30/6، يعني طاغية يجي يعمل انقلاب عسكري ويطلع له خالد يوسف ومحمد أبو الغار ومعتز بالله فتاح ويعمل دول شعب ويقول لك هم دول الشعب، أنا جيت عشان الشعب، أنا أنتوا اللي جبتوني، أو الستات اللي طلعت هزت وسطها قدام اللجان، دول بقى الحكم السلطوي المستند إلى الشعبوية في الديمقراطية الحديثة والقديمة على حد سواء. وحيث أننا نبحث في مجال القانون المجتمع فنحن نهتم بتأثير هذه التطورات على المؤسسات القانونية. وأشار البيان إلى أن هذا التجريف اللي تتعرض له دولة القانون والميل العدائي المتزايد تجاه الليبرالية القانونية ومؤسساتها بما في ذلك مؤسسات القانون الدولي زي المحكمة الجنائية الدولية قد يختلفان في الحدة من مكان إلى آخر ومن دولة إلى أخرى. خليني أقول لكم ده الوحيد. عرفتوا ليه بقى محمد أبو العينين مطلع الكلب الجعير بتاعه يمدح ليل نهار في الجيش، يشتم ليل نهار فينا وفي الإخوان المسلمين؟ لأنه الحقيقة 820 مليون جنيه مكسب محمد أبو العينين من مشروعات الجيش. الوحيدة اللي بتقول لأ الجامعة الأمريكية في مصر، لأن مفيش كلب من كلام من خصيان السيسي سواء رجال أمن أو جيش يقدر يدخل قاعة إيوارت. مفيش كلب، مفيش كلب في مصر يقدر يخش قاعة إيوارت في الجامعة الأمريكية ويقول لهم بتعملوا إيه. قاعة إيوارت في الجامعة القديمة يعني في التحرير، لكن حتى في الجامعة الجديدة مفيش كلب مهما كان شنبه يقدر يخش الجامعة الأمريكية ويقول لهم ايه اللي بتعملوه ده، ويفض بتاعه ويقول انتوا ما خدتوش اذن. مفيش كلب، ولا عبد الناصر نفسه، لان دول امريكان، دول اسيادهم.